love you. Shut the fuck up. Shut the fuck up. الله 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 شكلي فراز الله الله انا ما عندش هذا الخد كله عندي اخويا بيا اللي راه خويا و تا خويا عاد كدير يديك اخويا تهزيك طلع صافي يضرب الباب برجليك وهجم تفضل اخي بيا اللي تفضل تفضل جدا مشكور حبيبي العزيز تفضل حبيبي فراسك ذاك المد اللي بغى يودن هو يقول الله بات لي واحد خيتي دايزه هازه ويقول الله على التربه ما سمحينا الاخت فيلا كانت حقوا الشيخ سلام نورمالمون نهضروا به مع الخواتات نورمال وعاديه الله بات لي واحد خيتي دايزه ان شاء الله لا حول قلك الله لا والله دابا احنا الانسان عندنا تخوا ديال العشوه عندنا دو ديال العشوه احنا كاينين حنا والبيئه يا اما احنا غادي نعبدوا البيئه فهمتي حيت ما عندناش حاجه اخرى ولا مثلا نجال العيالات كانسان خصنا الراجل مثلا يعبد المراه وهادشي اللي كنديروا حياتنا كلها ياكل المراه كتبقى هي شي حاجه واعره وداكشي علاش ما نكونوا صريحين مع راسنا ونديروا العيالات هما الله حقاش حتى ليفوليسيون داس بحال هكا راه كانوا في الاول كيعبدوا شي واحد خارج ما كاين لا راسو لا مولاي بويه فهمتيني في الاول فاش بدات الديانات كلها كان كيضرب على كروبيناتهم وبين الله وقعت واحد ليفوليسيون شويه قالوا اجي نديروا هذيك اللعبه ديال اليهود والنصارى والمسلمين وداك الشيء لعبوا بهذه القضيه اذا هذا الشيء كله غادي في واحد ليفوليسيون إنا كنظن أننا في الفيتي غادي نعود نعبدو العيالات وداك الشيء والله راه كاين واحد الظاهرة في شكال الإخوان الظاهرة دي أن المرأة والله إلا كاين واحد كاين واحد الإنكلينيشن أن المرأة هي اللي غادي تسيرنا في آخر فهمتي في آخر هذا غادي يديرونا واحد المشويطة وغيلبسونا صايات ويبداو على ديمنا واحد شي 5000 عام وما كيقطبو فيه It what goes around comes around. قال هادشي في السيارة. What goes around comes around. هادي معقولة زعما. دابا أشنو هو المشكل اللي عندنا الإخوان؟ أشنو هو المشكل عندنا مع هاد المعتقد؟ علاش حنا كنحاربوا الدين؟ علاش زعما بهاد الحدة هادي؟ انا كنعتبرها بحده حيت شي حاجه اللي خصك تهضر عليها يوميا تقدر ما تهضرش على موك على باك على اخوك على الخدمه ديالك على الاولاد ديالك بزاف ديال الحوايج تقدر ما تهضرش عليهم يوميا ولكن فاش كتجي للدين خصك تهضر عليه يوميا اذا الدين هو اللي فارض راسو عليك يعني هاد المساله هذه حنا it's not under our control you know بحال هادشي ديال التنفس وداكشي فهمتي ما اتقن والو الله عنده قعبوبه صاحبي قعبوب حدبه حدبه بحال الجمل فاش يكون واقف كتقول لي حتى الله اتقن كلش ولكن بعدو كيتزاد عنده وجه القصير رقيقه وجه الغليظه راه شويه جا العلم ونقاونا شويه بنادم كانوا عندنا العاهات الله العظيم الاخوان كان عندنا في المغرب بنادم كيتزاد اولا ما عارفينوش واش غيتزاد واش راسه هو الاول ولا جليه من هي الاولى كانت المراه كتولد 12 والله كيعيش جوج ولا ثلاثه انت وليتي دابا كتمشي السير كتحمل السير غادي تولد والولد غادي يكون بخير وعنده جوج ديال الرجلين ما عندوش رجل ناقصه رجل ولا سكوليوسس كاع دوك الامراض داكشي ولا بنادم كيكون هاني ديال هكا هادشي لما شنو هو الفضل ديالو عم الله دخل خلق لينا شي دواء وتسنينا حنا الاف السنين والناس كيموت ديال مخصو على الانتيبيوتيك خصو حاجه وحده هي الانتيبيوتيك وعاش كيموت الالاف السنين هاد الله عندك ما قالش ندير شي لعبه في شي ما ولا ندخل ديال مو في شي دلاحه بنادم ياكل دلاحه وتحيد منه هذاك الدواء ياك بنادم عزيز عليه الدلاح دير هذاك الدواء حيت هو خالق داكشي لوحد الماتشي ديال الكورونا
هادشي ديال الكورونا يديرولنا فشي شي كوكايين ولا شي جوان ضربو كتشم فيه صافي كتبرم الكورونا ونقولوا لعباد الله يلا نكميو الجوانات ولا نضربو السطورة. هذا هو الإله اللي كيتدخل، فين كان الإله؟ وما عمرنا شفنا ربك دخلتي الهضرة، معمرنا بالهضرة وأنا هو كل شيء وأعلمه كتعلمه داك القلاوي اللي ما كنتيش غتدخل أنا علاش غادي يعلمني أنا أنت كتعلم الغيب ولا ما كتعملش الغيب؟ إذا أنت ما عندكش واحد القدرة أنك تدخل وتغير المصير ديال أش غادي يبقى. شكون حاضينا دابا؟ حاضينا الميريكان هي اللي حاضية، إلا كان شي كوكب أخر غادي يطحنا ولا شي طرف كبير ديال الحجر غادي يدخل فينا. وهذا هما علاش حايرين الناس وكيخسروا الملايير ديال الزباب ديال الفلوس اللي أنت في الخيال ديالك ما كيوصلش ليهم. يا داستو الكوكب اللي شادو الليدر ديالو هو اللي شاد الفضاء، إلا شاد الفضاء أنت اللي شاد الكوكب، ما فيها لا سمح ليا ولا هذاك الشيء ولا غادين ولا في طريق النمو. وهذاك القلاوي ما كنعرفوش ليه الناس دخلوا لهذا الفضاء 70 عام هذه الإنسانية كلها كانت ناعسة عاد غادي تلحق عليهم. اوكي غير باش نهضروا بان الله اللي عندنا هو الميريكان والله اللي عندنا هما الغرب، هما اللي كيداويونا الا مرضنا الا صوبوا شي نوع ديال الكوامل زوين الا صوبوا شي طريق زوينه الا صوبوا شي حاجه زوينه كيرشونا. وهاد الله ديالكم الغرب راه احسن منه، الله ديالكم عا باك كيتشكى من النهار خلقنا وهو باك. وانا كنعطيكم القلاوي عطيتينا في الماضي، واش غنديروا في الفيتور دابا؟ اش غنديروا لهاد القلاوي ديال الكورونا؟ هما الميريكان كتسمع والألمان كيسمعوا والإنجليز كيسمعوا فرنسا وإسرائيل والصين كل تواحد فيكم مريح وقال أو الله راه غادي نتسنى والله راه واقيلا غادي يشي قال وقت تواحد فيكم ما خطر على باله أن كاين واحد البوسيبيليتي ديال زيغو ما يقول زيغو 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 من هنا تال من عارفين أن الله راه غادي يدخل. كلكم عرفتوا بأن الله غادي يدخل في هذه المسألة ديال كورونا نساو don't hold your breath. اوكي اذا هذا الله الا ما غاديش يدخل هذاك الكرام ديالو وداك القلاوي ديال العداله ديالو حنا ما محتاجينهاش فاش نموتوا ليه. الا قاد انت تعطي لنا له يعطيها لينا هنا، الا تقاد تدخل في حياتنا حنا ليه علاش ما تدخلش شويه هنا وبزاف ليه؟ انت بغيتي عاد تدخل ليه لا بغيتي انت عاد شرمل في عباد الله والقلاوي؟ انت هذاك الشيء حادق فيه. حنا دابا هنا مريحين هنا العالم كله قال لك حنا كنديروا الكمامات ولكن ما عرفناش هذا القلاوي فين غادي يوصل. يقدر توقع شي ميتاسيون وصافي مشات الإنسانية كلها وهذاك القلاوي ديالهم ما خلقت الجنة والإنس ليعبدون مسح به زكوك. دابا منين كورونا غتحيد الإنسان سيقول للقنافد والفيران والطوبات كل يوم يعبدوك. هادشي كله من صناعة الإنسان، كاع هادشي اللي جابوا لنا من صناعة الإنسان. بقى كيصنع كان كيصنع والله بوحدو، الناس بغاو يبنيو الاهرام مدخلين بنادم محنطينو وحاط حدينو الماكله والذهب باش الا مشى تما غادي ياكل تما فاش غادي يموت. داكشي شويه جا قالك انا هو اللي هضرت مع الله وخصك تعيش بالطريقه اللي غنقول، ولا ما عشتيش بالطريقه اللي غادي نخلي دار قحبه تاع تماك وغادي ندير لك وغنفعل لك وغادي نترك لك. هادشي صافي راه داز. والانسانيه راه كنعرفوا بان الانسانيه ما غاديش تجي لهذا الوجود وبهذا هاد البوتونسيال ديال المخ غادي تفهمو النهار الاول. نتا الله دستي غادي في ليفوليسيون وخص ليفوليسيون تبعها، راه تبقى تيفوليو حتى في الفكر ديالك تعرف اشنو هو الدماغ واشنو هو الفونكسيون ديال الدماغ واشنو هو هاد الوجود. وانت عندك مشكل باش تفهم اشنو هو الدماغ اذا ما غاديش تفهم اشنو هو الوجود، حيت الاله اللي غادي تفهم الوجود عندك انت ما فهمهاش، اذا خصك تفهم الاله هي الاولى. وهادشي اللي كنحاولوا هادشي اللي كندوز في الديانات هو ستون 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 مويان دادابتاسيون ديال العقل لهاد لونفيرونمون الانسان اللي كيعيش فيه. فيغي ميجور غادي نوصل للمساله بان راه ما كاينش الله، وهنا غادي تبدا الانسانيه ديال بصح. هي الوقت فاش غادي نوصلوا لهذاك لو بوين ديال غادي نفهموا بان وي لون هي هذاك الدعاء وذاك القلاوي راه ما كيزيدك ما كينقصك، واقيلا كينقصك بزاف ولكن ما كيزيدك والو. وهذوك الكنائس اللي كتبنيو داك الشيء. اوكي واش عندنا حنا مشكل مع الكنائس؟ ما عندناش. مع المساجد؟ ما عندناش. امبوسيبل ما عندناش، ما يمكنش نقولوا عندنا مشكل. ولكن فاش كيعود 90% ديال البوبولاسيون كتعود كلها مسلمه راه هذيك كيكون ان ديفيسيت على جميع المستويات.
بغينا شي انسان الناس اللي عزيز عليهم التكواز امجاد عزيز عليهم العبوديه وتعبدوا بشي حاجه ديما كيسحبوا راسهم هما اقل كفاءه من شي واحد خور خصهم يعبدوه وداكشي وي ما كاين حتى شي مشكل نديروا لهم بلايص فين يكوزوا حتى هما وفين يتعبدوا حتى هما فهمتي ويديروا داك الخنوع والخشوع وداك فهمتي ولكن ما تكون 90% ديال البوبولاسيون او حتى الشعب كله باغي الخنوع والخرا فين غادي يلقاو رجال خص يكون بزاف ديال الناس في المجتمع يكونوا رجال وكيقلبوا على المصالح ديالهم وشويه ديال الهبال المسطين دوك المقرقبين اللي عزيز عليهم الله والدعاء ودعاء النوم ودعاء الصباح ودعاء الشتاء ودعاء الاستخصاء يا ولكن ما تكونوش 90% كونوا 7% 10% وي بغينا شي ناس هما يكونوا لابسين شي قفالات في الشكال ولابسين واحد الدربالة في شكل بيضاء مزوقة وداكشي ودايرين واحد فهمتي داير واحد البليغة وكيبانوش ليه رقي وقين تحت البليغة وشاد الحيط وغادي كينقز بحال هكا بخير فهمتي يمشي لواحد البلاصة ويدير واحد الحركات بهلوانية مع راسو وي بغينا 7% تقاد النغمة شي كيغني شي كيشطاح شي خدام كيضرب تمارة كتكون واحد المجتمع متناسق وكاين شي مسطين شوية عزيز عليهم التكواز والدعاء وديما غير كيتشكا وديما غير كيتنخصوا على عباد الله وهادو هما الناس خصهم يكونوا عندنا في المجتمع باش يكون واحد البيكتشا تكون عندك كتشمل جميع أفراد المجتمع وكل شي يعيش فرحة وسلامة وهناء وسرور وبغطاء ولكن فاش كيكون عند الشعب كله دير مو كله مريض شاد الحيط والقلاوي وكتقول لي الله خصنا نديرو التغيير وهاد الناس راه ما كيغيروش هادوك الناس راه مريحين عزيز عليهم ديك العبوديه ديالهم كيعيشوا فيها كيتنعموا بها هي اللي كيتنفسوا الا عطيتيهم الحريه ما كيعرفوش يتعاملوا معها انت كتقول لي بغيتي التغيير بغيتي التغيير شد المجتمع نقص البنادم اللي مقرقب ما عندوش مع التغيير نقص اللي ولي 7% ديال المجتمع عندهم بلايص خاصة بهم حتى واحد ما كيمسهم والقانون كيحميهم يمشيو يبقاو يكوزوا 7% ديال المجتمع ومرة مرة ثلاثة في العام كيتجمع المجتمع كله كيدير شي حاجة مسطية كيبدا يدوخ كيبدا يذبح الحاولي ولا كيبدا يدير شي عيد زوين هادشي زوين ثقافي زوين كيكون بجميع الثقافات وكتعترف به الإنسانية كاملة وأي ثقافة كتمشي عندها كتلقى عندهم واحد التراث اللي كيخلد هذاك التاريخ ديالهم وليفوليسيون ديالهم والثقافة ديالهم سي نورمال جولي ولكن حنا هادشي دخلنا عن طريق المؤامرة جاو شي ولاد القحاف قال لك هاد الثقافة المغربية خصنا نغيروها اش بغيتي تغير بغيت نغير الثقافة كاملة غادي نشد الثقافة ديال الأمازيغ شمال إفريقيا وغادي نقلبهم غادي يوليو عرب هذا راه واحد المشروع كبير خطير هذا الشيء اللي كنعيشو واحد المؤامرة الناس باش يغيروا لنا الثقافة ديالنا وفعلا غيروا لنا الثقافة ديالها مين كاين شي واحد فيكم يريح حدايا الفضاء ديالو ما دخلش فيه الشرق الأوسط ولا الفضاء ديالو دخل فيه أوروبا كتر من الشرق الأوسط ما يمكنش امبوسيبل فاش كتغمض عينيك وكتفكر في راسك وكتدخل في راسك وكتشوف المساحة ديال 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 الدماغ ديالك فين كيمشي كيبان كيميل بحال كيدوب وكيدلى شوية كيمشي عند الشرق الأوسط فهمتي ولا عندك الجوارح والشعور والإحساسات عندهم واحد العلاقة مع الشرق الأوسط نقدر ندوزك شي من شي زنقة وكيهضروا على فرنسا وعلى اسبانيا وعلى البرتغال وعلى الجزائر ربما على تونس ولا على ليبيا ولكن الى درت لك سوريا والعراق السعوديه الامارات وداكشي ودنك كيوقفوا مزيان وكيتصمتوا مزيان وكي ما كيزقلوش فهمتيني حتى لا حطيتك على مستوى اللغه نفس الشيء حطيت لك شي لغه ديال شي واحد تيقول لك شي حاجه بشي حاجه كتقول اخ تشخ وكتدخل معاهم اذا هنايا ولات عندها واحد غيروا لنا الثقافه بكاملها لا بيرسيبسيون ديالك ديالك لا ديفينيسيون ديالك انت تغيرات وليتي انت كديفيني راسك بالطريقه اللي بغاوك ديرها هما 30 عام وما كيقادوا فيها وفعلا وصلوا لهاد لافاج دو سيرفو او لاو لهاد لهاد الايبوليشن ديال ديال الثقافه حيدوا ديال ما الثقافه كيجي كتلقى بنادم كيهضر قربوز مزيان ديك ديال بالامازيغيه وكيغوت عينيه كيخرجهم تيقول لك انا عربي هو راه من اللكنه ديالو كتقول هذا راه العرق ديال العرق ديال العرق ديال العروقه اللي في العرق ديال المغرب هو الاصل ديالو منه
وتيغوت ويقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم مخير الإنسانية والله ينعلبوك هو علاش يتغيروا لك ثقافة ديالك. إذا حتى ديك الفيزيون حيث احنا كنا كنعيش واحد الوهم، كل واحد فينا كيعيش واحد الوهم، احنا كنجيوش نعيش الحقيقة. الحقيقة ديالك صادقوا على المعلومات وصادقوا على المعلومات ديالك من اللي جبتيهم باش كتعيش هذه الحقيقة. إذا احنا كنا كنعيش واحد الأوهام، ولكن إن فاغيتي ديال الأوهام كل واحد كيعيش، ولكن باش تعيش بواحد الوهم ديال قريش والناس اللي كتبوه هما قريش وشي ناس متخلفين، ربما إلا شتي من عند شي حضارة واعرة راه غادي يكون بوزيتيف في الحياة ديالك، وهاد لا شونس اللي عندك باش تعيش في الحياة غادي تستافد منها مزيان. أوكي، حيت هادشي اللي كاين، كاينة إن شونس ديال لافي كان غادي يكفت تحت الكرما وغادي تصدق أنت كاع ما مولودش، ولكن صدقتي مولود you have to make the best of it. فهمت؟ عيش بواحد الطريقة زوينة، واحد الطريقة راقية، واحد الطريقة اللي تجي معك، واحد الطريقة اللي ربما تقدر تعيش وما تعرفهاش، ولكن حسن تعيشها وخا ما تعرفش بأنك راك انت عايش واحد الحياة. أرى نو هاي اكسبلين. اوكي، كاين واحد لا ريغل هنايا، كنجي كنقلب على المصلحة ديالي، هذاك الشيء ديال العدالة وداك الشيء اللي حنا ناس اون انتيليجون، وقلنا خصنا ندير واحد النظام ونقادو النظام بحال براسنا، ماشي غادي نتسناو في ليفوليسيون، حيت ليفوليسيون اش كتقول لك؟ الا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي فيهم كيتناغموا مع بعضياتهم غادي يتجمعوا، وهنا كتخلق البيرفكسيونومون. علاش؟ حيت الكياس. اشنو هو الكياس؟ عندك بزاف ديال العرض ديال كل شيء، جميع المنتوجات، ميغياد دي مليار ديال المنتوجات. اوكي، وكل واحد عنده الطلب على شي منتوج، وكيبقاو يتجمعوا شويه كتقصفوا فبداو كيت هالي كيقلب على مالي خيزو مالي العظام مالي القرون مالي الميكا، وكل شيء كيتجمع كيعود داك الشيء متناغم. علاش؟ حيت الحاجه المتناغمه مع الاخرى كتجمع معها باغ كوا باغ نيسيسيتي. علاش تيقول لك والصدفه والصدفه راه ميغياد ديال الحوايج، والحوايج يلقاو راسهم في تناغم حسب السيكونس ديال العرض والطلب كيتجمعوا باغ ناتور. وهنا كيكون لك هنا الكياس كيكون لك النظام. اوكي، وهذه هي نظريه ديالي في هذه المساله ديال الكياس وداك الشيء. شي حاجه دين ما السم هذا العسله هذه، ولا ما كميتيش الواكس والله ما تفكر فيها بالله. اوكي، هادو الناس اللي تيقول لك ولكن باش تكون انت، حنا كنعرفوا بان هادشي كله وهم، كل واحد كيعيش تي ديال ان انا ولد السعوديه والسعوديه تزوجت بالجلالي والجلالي ولدو بياليخ، هذا راه وهم انا اللي خلقته وكنعيش به. اما هي ينارمسين كتعيش بواحد التمثيليه وكتحاول تدخلها للواقع، وانت عندك هموم وعندك مصالح وعندك اهداف وعندك، وكتخلق واحد العالم خاص بك اللي لا علاقة له بالآخر. إذن كل واحد فينا كيعيش لواحد الوهم، واحد الوهم معين، والأحسن أن يكون هذاك الوهم يكون زوين، يكون بوزيتيف، بحال هادشي اللي كنديرو في الروم. كنجيو كنبقاو نتخاراو ونتعايرو ونتسابو ديالنا، في الآخر كنصدقو كلنا عندنا نيجاتيفيتي. ها كون كنا ناس ديال المصلحة غنقول أنا غادي نإيفيتي نوض صداع لأخويا إيفيتي، كلنا غادي نإيفيتي وغادي يعود هاد الروم هذاك كله حلوة. يعني كيكون هنا الديزاينر ديال هاد الحلوى هو انت اللي بغيتي. بيان غير ممكن واحد جنب نصحابك الاخر كون كان شي بركابي ناري تفضل الاخت، مرحبا بك وشكرا ودخليها بصباتك تفضلي. لا واحد زعما انا عرفتك زعما رحيم وهذا، قلت غادي تحنى لي وتخلي لي بالجنب. رحيم اوكي رحيم غادي يقول لك امجاد اجمع امجاد راه غيكعر، قال لك الرحيم والله. زيدي هو بيان لي هضرتي على واحد النقطه مهمه وبغيت صراحه الا سمحتي لي زعما الا ممكن سي بوسيبل اف اتس نوت باذرين يو. نو اتس نوت صوت حلو. ثانك يو. لما انت باغي ركز على شنو كنقول دابا خليك من الصوت ديالي. شوف بغيت نسولك، قلتي بزاف الناس كيجيبوا لا نيجاتيفيتي ديالهم ايتو كيبقاو
كيبقى هذا كيشد في هذا، بعد المرات كنبقى نسمع بالسوا وما كنشد حتى شي حاجه، ما كنفهمش شنو هو الموضوع والناس علاش كيدبزوا وعلاش كيتقاتلوا. اوكي دابا انا الا بغينا نهضروا على لا بوزيتيفيتي وداكشي، الا بغيت نسولك الا ممكن بيان لي خلا سولتك شنو كيدير بيان لي خل بيان لي، شنو هي الحوايج اللي كديرهم، يعني كيفاش كتعامل مع بيان لي؟ انا بيان لي واش بيان لي بيان لي ولا بيان لي؟ اوكي بيان لي بيان لي دابا كنعرفك بسميت بيان لي، ما كنعرفكش بسميت بيان لي. يا ولد ابو واش انت بغيتي تهضري مع بيان لي ولا مع بيان لي؟ هو الشخصي واش ما بغيت نهضر معكم بجوج او لا او لا لا، حيت انا هضرت بزاف ودابا الناس كيجمعوا داكشي وكيكونوا واحد الشخصيه، فهمتي؟ كاين اللي كيبان لي مثلا انا عندي في الجار، كاين اللي كنبان لي لا. اوكي انا غادي نعاود لا كيستيون ديالي. دابا انا بغيت نعرف بيان ليغ يعني هذاك الانسان اللي كيتخبى مور السميه ديال بيان ليغ، واللي هو اختار هاد السميه هادي، واللي كيهضر بالسميه هادي مزيان. دونك اذا هذاك الانسان اللي وراه هاد الاسم هذا، واللي هو في الاساس هو اللي قرر انه يعطي لنفسه هاد السميه هادي، فوالا. دونك دابا هذاك الانسان ياك كيفاش كيتعامل مع نفسه، يعني كيفاش كيتهلا في نفسه، كيفاش كيتعامل مع نفسه، واش يعني شنو هي العلاقه ديالو مع نفسه مع بيان لي؟ واش دابا نعطيك اكزامبل، دابا فهمت المره اللي فاتت كان عندك واحد هذا ما تعرفش واش معك شي واحد ديسكسيون راه ماشي سهل. It's not that easy. Okay. I'll try. دابا شفتك النهار هضرت مع your dog وشفت وحاولت نفهم ديك لا غولاسيون اللي عندك مع داك لو شيان ديالك. دابا اوكي هذاك لو شيان دو طون زون طون كتغوت عليه، دو طون زون طون كتقول له اجي لهنا، دو طون زون طون كدير له لي كاريس، دو طون زون طون كل مره كيفاش داكوغ. دابا انت هذاك مع لو شيان ديالك وانت مع نفسك، انت كيفاش كتعامل مع نفسك؟ واش مره كتحن على نفسك كتقول يلاه نخرجك شويه، مره كتعاتبه كتقول ليه علاش درتي هذه ودرتي هذه، مره كتقول لا هذا الانسان غلط في حقي، يعني كيفاش هاد لا غولاسيون مع نفسك؟ واش كاين عندك شي كومينيكاسيون مع نفسك، ولا غير هكاك وصافي غير عايش وصافي؟ يعني واش كتوقف مره عندك عند نفسك؟ هرب بيان ليغ. خلعتيني انت، كتبان قال بلي بحال دي اس تي ولا شي حاجه. كنت خدامه مع دي اس تي الاخت مخابرات، حيت تبان ليا شي في العمق الاخت، زعما كتقلبي على شي نواه، كتقلبي على شي جينا دابا الصراحه الاخت ديالك وداك الشيء، هادشي بان ليا عندك. لا غير كنضحك معاك. كيفاش كنتعامل مع راسي؟ ديما كنخلي راسي انا هو الاخر في المصلحه ديالي، كنعرف المصالح، المصلحه ديال بنتي هي الاولى، مقدم مع ديال المش ديال الكل بحال هادو هما اللي كنخدم عليهم، ومن هنا كناخذ الساتيسفاكسيون ديالي. الا بنتي احتاجت شي حاجه وكنوجدها ليها، وديما كتقول لي انا خصني شي حاجه وكنقول لها وي عندي ما تسوليش، زعما فهمتيني؟ هذا هو اللي كنعتبر، لا الا كنهضر معكم بالله كنعتبر هو الرساله ديالي، هو انه داكشي اللي بغات بنتي نوفروا لها، نوفر لها الظروف حتى الا قودتها ولا شي حاجه، تنبقى انا هاني تنقول واحد الحاجه اللي كنامن بها في هادشي ديال التربيه، هي ان الانسان كيتزاد بارفي باش يوصل لهذاك المستوى ديال الديزاين في الانسبشن، فاش كيتولد اذا راه كيتولد بارفي، واحد ما معول عليك غادي تزيدو شي حاجه اخرى. المهم هو خليه في الثقه، خليه يكبر بالطريقه،
يا اكزاكتومون كنامن بان الطفل كيتزاد زوين ومقاد ومصوب غير كيتزاد لهذا الوجود وكتدخل عليه شي ثقافه ديال الخرا وشي حاجه ديال جد 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 اللي كان كيدير بحال هكا حتى ولدي خصو يكون بحال هكا الا بغى يكون مزيان وخصو فهمتيني وخصو يكون بالطريقه اللي بغيت انا وكتعرف نتايا بان الام فاش كتلاقى مع الولد كل 50% ديال الديانه يعني everything about one person و 50% about everything about the other person you mix them together in one jar and it gives you a kid كتعطيك ولد صافي فاش كتعطيك هذاك الولد الي بارفي مقاد خصو يخليه ويتعقل ما تفرض عليه انت الفكره ديالك المرأة الأم تفرض عليه الفكرة ديالها حيت غير فاش كتعطيه من بيرسبكتيف ديال 50% واش فهمتوني هادشي كله هذا كيدخل في التربية انا اللي كان هادشي هاد الفكرة اللي بغيت نوصل وان الطفل كيتجاز زوين فاش كتربي الطفل ما عمرك كتشوف شي حيوان شاد ولدو كيدق في ديال امو وعنده الصحة اللي يدقو هو وياكل ديال امو كاع وما كيمش ولدو ياك سباع والنمار وكل شي هاد الحيوانات والبالين وداكشي فهمتي ولكن ما كتلقاش تيتصرف حتى كتجي عند الانسان عاد كيفرض عليه الثقافه ديالو هو وخا بيناتهم غير 20 25 عام راه اون جينيراسيون اذا هنايا كتخلق عند الطفل واحد الاضطراب في النمو ديالو اوكي وهذا الشيء اللي كنستعملت مع ولادي وديما كتلقى شي لوطخ بارتي ما كتبغيش فهمتي بحال دابا هاد بنتي الوالده ديالها خصك تكوني مغربيه مغربية هي جد الخرا ديال 1400 سنة باقي ديز من عند 1400 سنة خصك تدخلوا لواحد عايشة في الميريكان في 2018 و19 و20 وتعامل مع هذا الواقع شنو هو هذا هو التخلف وهذا الشيء اللي بغينا احنا ننهضوا بالبلاد ما خصناش نبقاو نعيشوا كيف ما عاشوا المغاربة كلهم بغاو يعيشوا كيف ما عاشوا والديهم وجدودهم وكلنا باغ ناتور كنتجوزوا وكنتعاملوا بالطريقه اللي خدينا من العائله ديالنا ولكن راه خصنا نعيقوا هذاك الشيء اللي خدينا من الثقافه ديالنا راه خصو يحيد شحال هادي خصو يحيد ويموت وكان علينا نتاقلموا مع الثقافات الاخرين شحال هادي راه حنا جينا في هذا الوقت وكيقول لك ناري بغى يغير وناري بغى يغير شحال راه 200 عام هادي كان عليك تقول هاد ناري دابا منين جات راه سيتي نيسيسيتي راه حتمية راه الناس فاش كيرجعو ربعة ديال لي جينيراسيون اللور كيسميوها رجعية ربعة ديال لي جينيراسيون راجعتي لجدك إذا أنت إنسان رجعي وحنا ما كنرجعوش لجدنا حنا كنرجعو لجد جد 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 40 مرة أوكي إذا الطفل حسن ما تمسوش خليه ما تهضرش معاه حيت غندخل فيه غندخل ليه شي خرا مسخ شي وسخ جبتي انت من عند والديك وبطبيعة الحال سي نورمال كتعتبر بان شي حاجه اللي جات من عند والديك راه هي احسن حاجه في الوجود حيت والديك وكيهتموا بك وعزاز عليك وما يقدروش يعطيوك شي حاجه خايبه ولكن لا رياليتي داكشي اللي عطاونا الوسخ واش غنتسناو جينيراسيون اخرى تقولها لهم وحنا عقلنا نقولوها لهم دابا وحنا دابا كنقولوها لهم هذاك الخرا اللي جبتو لنا راه 40% خصو يتلاح للزبل ياس احترام الوالدين عندنا احترام الوالده وصلنا فيه لواحد المستوى ما كيتصورش وديال الوالدين واحد المستوى ديال ما كيتصورش وديال الناس اللي كبر منا لواحد المستوى ما كيتصورش وديال الجار واحد المستوى ما كيتصورش اتس اناف اوكي خلوا الناس يتاقلموا مع البيئه تقدوا هذا هو الواقع يعني. إذن أنا ديما حتى بنتي ما كنتصنت لها هي أش غتقول لي ماشي أنا أش غادي نقول لها أنا وليت مهتم من بنتي نعرف هي أش كتفكر حيت أنا اللي خصني نتأقلم مع البيئة ديالها أنا أبسليت أم دان أم فينيشت أوكي وهذا هو باش كيفاش غنتعاملوا مع الأولاد ديالنا خصنا نتعاملوا معاهم بالواقع ديالهم باش نفرضوا عليهم الواقع ديالنا ها الحق السهل انك تطلع شي حاجه قدامك عوض ماشي واحد كيجرك اللور وسيتو انت كتشوف السعاده ديالك في الامام او على الاقل مع الحاضر اللي كتعيش فيه كاين الصوت الاخوان وقالك كنعاود مخشت تكسم وي انا كنتعامل مع الموضوع بواحد
بالعواطف ديالي، فهمتي؟ كندير غوات وكنصدق، هادو من الحوايج اللي كان اللي كنآمن بها، فهمتي؟ وحنا الناس كاع كيتعاملوا بهذه الطريقه ديما، كيخلي ديك ديال كيخلي في دماغه ديما في الفكره ديالو مع ولادو، كيخلي بان كاين واحد البراكت، كيخلي واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد الـ لانسيرتينتي، تيقول واقيلا انا ما فهمتش بان هذا الانسان كيعيش البيئه ديالو الحاضر، هذا هو لو بريزون ديالو، واقيلا انا راه كنفكر بواحد الفكره شويه رجعي، شويه كونفونسيونيل، شويه تراديسيونيل، خليني نطلع نحاول نتفهم هاد لا جينيراسيون. نفس الشيء 20 عام 25 عام هادي اللي دالو شم ناتروينا علو شم، وعلاش الناس كيوشموا وداك الشيء. ودابا راه عندك والدين ولي عندك دي غون بارون وهم واشمين، الناس والد وجد واشم، ها هي لا جينيراسيون كلها ولات واشمه. واش كاينه شي حاجه في شي جد اللي خايبه؟ ما كاينه حتى شي حاجه خايبه، شي حاجه ما كاين خايبه. الثقافه كتغير، واحد الثقافه كتغير ثقافه اخرى، ما كاينه فيها لا خايبه لا زوينه، كل شيء بحال بحال طالما كاين واحد التاقلم والتعامل مع الواقع كما هو. اوكي، وصلنا لهذا الشيء ولينا كنشوفوا حنا عشنا اناف، عشنا اناف تاريخ باش نشوفوا تغوا ديال لي جينيراسيون، وطالعين في لا كاتريام جينيراسيون ربما. سا ديبون شنو هو لا ديفينيسيون ديال لا جينيراسيون، واش هي 20 عام واش هي 25 عام واش هي. اوكي، اذا حنا شفنا بان واحد الحاجه اللي بوسيبل في واحد لا جينيراسيون ما بقاتش بوسيبل، ولات حشومه. احنا كنعيشوا دابا البترول، واحد من هنا واحد 30 عام غيقول لك تفو غادي تعود ها الزبيدو ديال البترول غادي وخازنو، علاش؟ حيت غتعود حشومه انك غادي توسخ لنا البيئه، فهمتيني؟ علاش؟ اش بغيت نقول هنا؟ بغيت نقول ان راه ما كاينش دي ستوندار، خصك دير هكا وهكا 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 الا بغيتي تعيش الحياه. هذيك هكا وهكا وهكا غدوز عليها 20 عام غتغير، ما غاديش تبقى هكا وهكا، غتعود ديف اون ديفيرونت واي باش دير الحوايج، فهمتوني؟ انا غير بغيت نوصل هذه الفكره هذه، ما عرفتش الا وصلتها ولا ما وصلتهاش، ولكن المهم ان خص بنادم يتغير، يو هاف تو تشينج. لحقاش ديما كتجي واحد لا جينيراسيون كتصحاب راسها هي تا، بحال حنا دابا جينا دابا وقلنا اوكي ليفوليسيون حبسات، تيقول لك اوكي علاش ليفوليسيون حبسات دابا؟ واليومين حبسات دابا؟ انت وقتي دابا تصحاب غتحبس غير حيت انت واعي بليفوليسيون، قلتي اوكي الانسان وصل ديما غيبقى عنده جوج ديال العينين، وديما غيبقى عنده الراس، وديما غيبقى عنده اليدين، ما عمرو غادي يتغير. وانت الله جيتي والبارح العالم راه بدا 13 مليار سنه هذه، انت جيتي والبارح وليتي كتحكم عليه صافي، هذا هو ستيت فينال ديال الوجود، كلنا غادي نبقاو الجبال غيبقاو هكا، وغيبقى الانسان عنده عينين ورجلين. اوكي، علاش كنقول هادشي؟ حيت هادي هي لا طوندونس ديال ليمانيتي، ديما فاش كتجي كتبحال انت كتعيش دابا في المغرب، كتصحاب المغرب هو اللي فيه البشر، العالم كله ميت، ورا الناس عامرين في فرنسا في الالمان، العالم كله كيتحرك. ربما ما فهمتونيش في هاد الاخر، ولكن غير كنهضر بحال كيف ما كيهضروا جميع الاخوان. اوكي، ربما جاوبتك الاخت فيدا. من ناحيه الحياه ديالي وداك الشيء، المهم ما كانش علينا نجيو نعيشوا هاد الحياه ديال دوبل بيرسوناليتي دوبل كولتور وداك الشيء ودوبل فهم ديال الحياه وداك الشيء. الناس كيجيو كيعيشوا في واحد النسق وكيعيشوا به حتى كيموتوا، كيموتوا زوينين. ربما كون متنا مسلمين غادي نموتوا زوينين الاخوان، والله عانينا كون متنا مسلمين وبقيتي بحالي انا دابا تلقاني دابا 65 سنه تلقاني ضربت بواحد الحجه، وانا كنمشي نقرا القران والصبح والظهر والعصر، وديما كنمشي نتوضا وديما وما عقتش، فهمتي؟ المشكل هو فاش كتعيق وكتصدق كتعاتب راسك، كتبقى تشوف كتقول تفو ما بغيتش شي واحد يتصيد كيف ما تصيدت، وكتبقى تغوت وكتنبح وداك الشيء. وهذا هو اللي قلنا زعما انا جو بريفير كون والله الا بصح كنهضر معاكم من واحد لو كوتي، ماشي باش ديرها حتى في النسق ديالها، ماشي تشد تقول اوكي ولا وعلاش انت يا فرحان حيت مسلم وكتسب في المصالح. السلام عليكم. لا حتى عاري حسن ديالي ممكن جبت عليك، اسمحني اخا ماشي كتسمح لي بزاف والله زعما ماشي انت
تحرق الضوء الاحمر عاد كتقول للبوليس واسمح لي راه حرق وصافي راه حرقتي الضوء الاحمر بغيتي تجامبا بغيتي هز يديك كتبها لي كتب لي اخويا بغيت نقول لك واحد شي حاجه ونطلع مرحبا تفضل خذ المايك سولنا اخا ولا ما تسولنيش ولا دير شي موضوع تفضل كاين الصوت وحنا دابا عطيناك المايك وما بقيتيش باغي المايك كاع تفضل اخويا تفضل داكشي اللي عمر بيه قلبك ديال الليل ديال الليل تسمعني اخويا والله الا كنهضر معكم من القلب بحال غادي نموت كنت غادي نموت على هذا الشيء كنت غنزيد لكم ديال تهلا في الزمان كاين الصوت النصيحه لكم دابا حتى واحد ما بغى يهضر نصيحه لكم الاخوان وتشارك هضرت مع عمر على هذا الشيء واقيلا شي 7 سنين هادي ولا ياك عمر قلت لي ما كنتي مسلم وقلت لي ولادي كنديهم للجامع واش هاد المصيبه كدير واش تربك مريض ولا بنادم ديال معيش في امريكا الناس كيتبعوا المستقبل ديالهم كيحاول تكون عنده 35 40 عام كيشد لاروتريت كيبقى يصيد والعاقه كتدخل كيعيش ديال المحال وحتى كيموت تغاد تدخلهم ليا للجوامع والقلاوي اجي نقريهم العربيه والثقافه ديالنا احسن من الثقافات الاخرين حتى دابا وليتي حلوه ولادك كتخليهم يعيشوا بحال ولاد الناس يكونوا بحال الامريكان ويبدلوا ديك الشخصيات حيت المغرب ما كيولدش الرجال كيولد الزوامل والله شتي الاسلام شتي الاسلام الا شديتي شي واحد دخلتي الاسلام ما كيعود عبد اشنو هو الاسلام الاسلام هو الاستسلام واحد العبوديه ديال شي ولاد القحال هذا هو الاسلام فاش كتدخل واحد الاسلام ما كترجعو عبد قروضه وي ديسانش يا هذا هو اللي كيصنع الاسلام واحد الاسلام عنده الله حسن منه ومحمد حسن منه وابراهيم حسن منه ويوسف حسن منه ويونس حسن منه واحد الزبابل ديال عباد الله حسن منه وهو جاي في المؤخره ديال الناس اش كتخلق لي كتخلق لي راجل سيقول لواحد امريكان يقول لي راه بوش عيب حسن منك يقول لي لا شي دوله اخرى حسن من الامريكان ولا شي ديال المغربي كاين شي دوله كاين الحج حسن منا كاملين ودوك الناس ديال هذوك الناس حنا حوتالة حنا في شمال افريقيا حنا بحال الاخر حنا لا نعتبر بجميع المقاييس والناس الواعرين هما اللي الشرق الاوسط هما اللي كيقولوا لنا كيفاش غنخراو كيفاش غنبولوا كيفاش غنحويو كيفاش غنتعاملوا مع اولادنا ومع ازواجنا وكيفاش نشوفوا هذه الحياه كامله حتى دين امك مريض على قله المبادئ ولا الفكر ولا الفلسفات ولا اللي غادي تستعمل انت باش تعيش هذه الحياه جاي ليا لواحد الثقافه ديال الشي وسخ ديال قريش ديال الخرى باغي تعيش انت بحال في هذا الوجود هذا مع الالمان والجابون والامريكان والصين والبرازيل تقدر تنافس مع هاد الناس انت جايب الخرى ديال الانسانيه جايبو مدخلو انت وباغي تستعملو وباقي عندك in your dreams كتسنى بان واحد النهار غتطلع منك شي قلوه ولا ما غتطلع منك حتى شي قلوه الناس راه كيتعاملوا مع الواقع ديالو الواقع كيف ما كيعيشوا كيحاولوا يدخلوا للعمق ديال دينهم بالدراسات ديالهم والعلم ديالهم ومازال حايرين مع الجابون والالمان والامريكان وهذه المنافسه ديال التسلح وديال التكنولوجيا انت جايب واحد الخرا ديال قريش والخرا وجاي دير امك سوال طيح وزكك عريان باغي تعاند مع الالمان والجابون حتى باغي تولي دوله حتى باغي تكون رجال اللي غادي يديروا التغيير حتى غتكون على الزوامل وهذا الشيء اللي كيخلق الاسلام داكشي علاش كتلقى الدول العربيه كلهم حتى واحد دين مو ما كيطور ولا كيغير ولا كيدير علاش حيت الاسلام كتلقى دين مو سوري خارج من سوريا داخل الالمان وكتلقى دين مو عامر داخل ليهم عامر بالاسلام وبالخيخص دين مو ثلاثه ديال الجينيراسيون باش الله كتغسل دين مو هذيك الثقافه ولا اربعه باش الله كتحيد منه هذاك الخيخ وهادشي اللي كتاخد خصك بعض ديال لي جينيراسيون خص الجد يتحيد منه الخيخ عاد كتسنى بان هذاك اللي تزاد ولا في عمره 5 سنين غادي يكون نقي حيت الا تزاد وجدو مسخ داك الوسخ ديال جدو غادي يدوز ليه اوتوماتيك اي صاحبي ديال الا صاحب ديال ممكن اخويا عمل جو عندي غير دقيقه وكان جوج دقائق انا بزاف سمعني بزاف إيه تعدي تا والله إلا بغيتي خويا نبغي نهبط والله أنا نهبط دابا ديريكت
علاش ديال هي اللي بغيتي دابا غنهبط والله الدنيا هانيه ثروه تعال كده شتي انا غادي ولا غادي نبغي نهبط بيقول صافي وغادي يشرب من قلت لك ديالي شوف الاسلام الاخ ديالي الاسلام زيون ولكن العرب ديالنا هما اللي كيقودوا الاسلام حاجه السامعين عرفتي علاش اللي كتقول انت الاخ ديالي عندك الحق والله الا عندك الحق الاخ اللي كتقول دابا سيكسيك عندك الحق الاخ عرفتي علاش والله ما كيتبغوا الاسلام هي الشلحم اللي كتخلطها مع الفاسيه وكتدردر على السكر كلاصي كيولي عندك الاسلام مزيون البارح حدا قالت لنا الاسلام هات اند سكسي دابا الاسلام مزيون هاك فينا هو بيليغ قاطعوه وخلاه ومشى سكيري ما عرفتش اش كيدخلوا نفس الصباح من شكون هما اللي تيشرحوا لينا كيطلعوا باش يشرحوا يدافعوا على الاسلام او مسكراني جون بو بلو هند كتعجبني الهضره ديالها كتعجبني هند هند اثنين حاجه امريكانيه كتهبط ليا كتعامل مع بحال كتعتبرنا بحال شي حشرات كيعجبني انا كتطلع شي بنت كتعتبر شي حشره كيعجبني كنفرح لحقاش التاريخ كينتقم كاين صوت الاخوه كاين صوت فينا خويا الجوكر هذا خويا على التجربه ديالك تجربه مره شنو هاد الحياه شتي كون جاو في الاول قال لي اجي غادي تعيط وغتعيش 50 عام وتمسلم وغادي تعيق وغادي تخرج من الاسلام والله الا كنت كلمة الحياه عزيزه في قرك والله العظيم كون جا عندي الله قال لي خايب يالله حرام ما عندي ما ندير بها اسمح لي يا اخو ما يالله يعطي بصراحة اكل اخر الصوت دابا قول لينا دابا شنو دابا هاد الخواده دابا ديال هاد سوبريم كور ديال الولايات المتحده الامريكيه كومو قال لك اودي راه 5 تايم سوبريم كورت رولز 4 اوت اوف 5 رول سوبريم كورت رول ايه نزل انت تقول ما سؤال ولا كتعاود لينا انت ما قلتي السؤال طلعتي وبقيتي كتعاود لينا ما تكعاش ما فهمتي سؤال صافي راه فهمتي سؤال صافي عارف كل دوله عندها مشاكل ديالها صافي ثاني تبع الامريكان احنا ما احنا العراق انت كنا كنهضروا قلتي لنا الدين وداك الشيء شويه دخلتي العراق ما بقيت فاهم والو كتقول لنا الدين وهذا الدين قال لك التجمع عادي شي قلتي العراق قلت اوكي وير از ذا فاكين كونكشن هي لا هضرت على جورج بوز زعما بغيت نقول لك الريبابليكان كاملين دخلت جورج بوش المشكل ديال الكنيسه في الامريكان على كوفيد 19 ومع كيومو ديال نيويورك ودابا ايوا اوكي واش هي الكونكسيون ما بين بوش في العراق وات ذا فاك از ذيس اي مين صباح الخير ربيع الليل معك دوكنز هذا راه حشم يقول لي دير معايا شي سيلفي وبقى كيطول وما قلتيش لي صاحبي انا ندير لك سيلفي ونزل ما تكعاش اسميتو اوبرمان ولا سميتو اوبرمان لا مرحبا بك اوبا كنشدو في بعضياتنا هذا هو باش كيدخل بنادم كيدير بلاصتو كنطلعو كنستفزو شوية ونضحكو معاهم فهمتي؟ اوكي يلاه تما كيدير بلاصتو وكيعود زوين وظريف وصاحبنا وكيدخل كنصيفطو ليه الورود وداكشي وكتبني مجتمع خص ديما فاش كتدخل لشي مجتمع خصك كتسكويزا في الأول كتقلب كدير ديال بلاصتك فهمتي؟ عارف قضية ديال التيرانات والمقاطعات والسينمات في المغرب زعما ماشي شي حاجة غريبة عليك كل شيء كورا ديال الليير ملي كيكون في المايك راه ما كيبغيش لي قاطعو خليه يتبغي الفكره ديالو على الاقل ولا طرحتي الجام يكون خليه ماشي هي اي واحد طلع المايك فاش كيكون كيهضر كتدخل كتهرس ليه داك الشيء صافي ما كيبقاش
فهمتي حيت 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 التفكير بحال سيت اون دروغ والله العظيم الاخوان بالله. فاش كتدخل وكتدخل كتكمش مع راسك وكتنسى الواقع وكتدخل في مخك وكتبدا تخرى راك تدخل لواحد الاكستاز واحد شي تخربيق الا هرستيه صافي كدوخ بحال كتدخل لواحد المود بحال كت I don't know what it is maybe it's just me وقيلا غير انا بوحدي هو هذا هاكا نجيو كنقصرو سيرتو بالليل وداكشي مع كيكونوا النخبه ناعسه وداكشي راه كيحسقوا على قدامهم دابا انا بيني I love you shut the fuck up.